السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ سنة أولى، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم دكتورة يارا، والنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن محاضرة لطيفة جدا في المايكرو. المحاضرة دي بعنوان ايه؟ المحاضرة دي بعنوان lower respiratory tract infections. يعني ايه؟ يعني هتكلم معاك النهاردة على كذا بكتيريا. البكتيريات دي كلها بتشترك مع بعضها في انها الباثوجينيسيس بتاعتها انها بتؤدي الى حدوث lower respiratory tract infection. طيب السؤال هيتبادل لذهننا كلنا، يعني ايه اصلا lower respiratory tract infection؟ يعني عنده ايه؟ يعني اسمه عيان بايه؟ يعني اسمه يا ولاد عيان ب انفكشن ساب بقى الابر ريسبيرتوري تراكت، ساب بقى النوز، ساب اللارينج، ساب الثروت، ونزل على تحت، نزل على اهم حته في الريسبيرتوري تراكت اللي هي ايه؟ اللي هي اللنج. تمام. اذا انا مستنيه الانفكشن بتاعي النهارده ده يضرب ايه؟ يضرب اللنج. طيب الحاجه اللي بتضرب اللنج يا ولاد بنسميها ايه؟ بنسميها نيمونيا، اللي هي بالعربي التهاب رئوي. يعني نيمونيا يعني بكتيريا انفكشنز اوف ذا لنج. خلاص يا ولاد. طيب بالتالي انا مستنيه بكتيريات النهارده كلها انها تعمل لي ايه؟ التهاب رئوي او نيموني. خلاص. طيب هاخد النهارده ان شاء الله اربع بكتيريات كلهم اسهل من بعض، عايزين نمشي معاهم كده واحده واحده ونعرف كل واحده فيهم بتعمل نيمونيا ازاي. خلاص، ده سؤال الموضوع بتاع النهارده، هنعمل نيمونيا ازاي. اوكي. طيب نبدا اول حاجه، البكتيريا الاولانيه اللي عندنا اسمها ستريبت نيمونيا. الله، ده من اسمها بتقول لي عليها، اسمها ايه؟ اسمها ستريبت نيموني. يبقى هي ستريبت، خلاص، يبقى هي شكلها شافوها تحت الميكروسكوب لقوا شكلها شبه السبحه فسموها ستريبت. خلاص، نيموني نسبه الى انها بتعمل ايه يا اولاد؟ نيمونيا. خلاص. طيب تعالى نتعرف عليها كده. اول حاجه، هي جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف؟ لا والله لو فتحت الميكروسكوب لقينا هي شبه السبحه، ولقينا السبحه دي لونها ازرق، اذا هي جرام بوزيتيف مش نيجاتيف. حلو قوي. طيب تاني معلومة عنها انها لانسيت شيب ديبلوكوكاي. طيب كلمة ديبلوكوكاي لما تشوفها في اي حتة معناها ان هذه البكتيريا بتوجد ان بيرز. خلاص، يعني اتنين 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 اتنين، تلاقيها دايما في الميكروسكوب كده اتنين اتنين. حتى انا جابلكم صورة هيك، هما اتنين مع بعض، دايما في اتنين اتنين كده مع بعض. خلاص. طيب امال ايه لانسيت شيب؟ لانسيت شيب بالعربي كده كأنها عاملة زي قوس مدبب، يعني كأن نهايات البكتيريا دي، ركز معايا كده، نهايتها عاملة زي قوس مدبب شوية. خلاص كده وكده. تمام، هو تعبير مجازي. خلاص، خلينا نقول ان هي ديبلوكوكاي وان هي جرام بوزيتيف اهم حاجة. طيب الاهم من ده وده ان هذه البكتيريا ليها حاجة اسمها بولي ساكرايد كبسول، يعني هذه البكتيريا ربنا محوطها بكبسول. طيب الكبسول ده مادته ايه او مكون من ايه؟ اعرف معايا ان كل البكتيريات في الدنيا، كل البكتيريات لما اقول لك ان ليها كبسول هترد عليا وتقول لي ان هذا الكبسول من البولي ساكرايد. دي الماده المكونه للكبسول في كل بكتيريات العالم ما عدا بعض الاكسبشنز البسيطه، يعني بكتيريات قليله قوي في المنهج عندنا الكبسول بتاعها مش بولي ساكرايد. خلاص، هناخدها حبيبي النهارده ان شاء الله. تمام. لكن في العادي غالبا 99% من البكتيريات عندها كبسول مكون من الايه؟ من البولي ساكرايد. خلاص، يعني من ماده الكربوهيدراتيه. حلو. طيب الكبسول ده مهم، مهم جدا جدا جدا، ده اهم حاجه ربنا خلقها البكتيريا دي هي الكبسول، هنعرف كمان شويه ليه. طيب حلو قوي. اخر حاجه بيقول لك ان الستريبت نيموني دي اصلا يا ولاد بكتيريا عايشه نورمال في الريسبيرتوري تراكت بتاعنا، يعني هي من البكتيريات اللي عايشه زي ما تقولوا كده كومنسل في جسمنا. الله، امال ايه يا يارا اللي بيخليها فجاه تتوحش وتخليها تعملها نيمونيا؟ ما طول عمرها عايشه في جسمنا، ليه في وقت من الاوقات هتعمل نيمونيا او التهاب رئوي؟ هنشوف. خلاص، بس خلينا نتفق مع بعض دلوقتي انها بكتيريا اوريدي عايشه، يعني لو خدت دلوقتي مسحه من زورك وكشفت عليها هلاقيها من الكومنسال بكتيريا اللي موجوده في زورك عادي جدا، هي الستريبت نيمونيا. امال انت ليه قدامي كويس ومش معمول لك اي التهاب رئوي ولا اي حاجه؟ هنشوف. خلاص يا ولاد. طيب الانتيجينيك ستراكشر، يعني ايه كلمه انتيجينيك ستراكشر يا ولاد؟ الكلمه معناها سامعه ان هي عشان بس في الامتحان افهمها. يعني ايه كلمه انتيجينيك ستراكشر؟ انتيجينيك ستراكشر يا ولاد معناها حاجه في البكتيريا، حاجه في جسم البكتيريا جسمك لما شافها اعتبرها جسم غريب وطلع لها انتي بودي. تاني كده، يعني كلمه انتيجينيك ستراكشر يعني حاجه في جسم البكتيريا جسمك لما شافها اعتبرها جسم غريب وطلع لها انتي بودي. خلاص. طيب هنا في البكتيريا بتاعت النهارده، ايه الجزء من البكتيريا اللي جسمك لما شافه
اتعصب واتنرفز وقال دي حاجه غريبه عليا، قام مطلع بسرعه ضدها انتي بودي. قلنا ايه اللي هو اهم حاجه في البكتيريا؟ برافو عليك، هو الكبسول. الكبسول بتاع البكتيريا النهارده هو البطل، هو هيعمل كل شغل البكتيريا خلاص. فالنهارده الانجينيك ستراكشر بتاع البكتيريا دي لما تسال عليه في الامتحان هقول لنفسي يعني الانجينيك ستراكشر يعني حاجه لما جسمي شافها طلع لها انتي بودي خلاص، يبقى هي ستراكشر مهمه جدا في البكتيريا. ايه هو الاستراكشر ده بقى؟ الكبسول. برافو عليك خلاص. طيب وبيقول لك يا ولاد اكتشفنا ان الكبسول بتاع البكتيريا دي خلاص انواع كتير قوي، يعني البكتيريا دي مش نوع واحد، لا ده في عندي ستريبتومونيا رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، قعدت اقسم فيهم بصيت لقيتهم 90 نوع. طب 90 نوع على حسب ايه؟ يعني ايه فرق بكتيريا واحد من اثنين من ثلاثة من اربعة؟ او قال لك الكبسول، الكبسول في كل واحدة فيهم مختلف. اذا الكبسول يا ولاد هو اللي سمح بتقسيم البكتيريا دي الى 90 نوع، كل واحدة فيهم لها نوع كبسول مختلف. يعني انا عندي كبسول رقم واحد، خدت رقم واحد، انت يعني جبت كبسول رقم اتنين، انت عندك تلاتة، انت عندك اربعة خمسة ستة، يبقى اذا البكتيريا دي فيها 90 نوع من الكبسول خلاص، يبقى فيها 90 نوع من السيرتونين according to الكبسول. ممكن يسألك في الامتحان احنا قسمنا البكتيريا على اساس ايه؟ اساس الكبسول ولا على اساس البايلي ولا اساس ايه؟ لا تقول له اساس الكبسول خلاص. ونفتكر معانا الستريبتونيموني هي اهم حاجه فيها الكبسول بتاعها خلاص. طيب حلو قوي. انا بقى عرفت منين يا ولاد ان الكبسول ده اسمه رقم واحد والكبسول ده اسمه رقم اتنين والكبسول ده اسمه رقم تلاتة؟ انا عرفت منين الكلام ده كله؟ عملنا رياكشن مهم قوي اسمه كويلينج رياكشن. كويلينج رياكشن يا ولاد هو الرياكشن اللي سمح بتقسيم البكتيريا دي 90 نوع خلاص. طيب الرياكشن ده عباره عن ايه؟ بص انا الاول خدت عينه من شخص مريض، العينه دي عينه من شخص عنده نيمونيا، انا عارفه ان هو عنده بكتيريا ان هي نيموكوكايدي او ستريبت نيمونيا دي، بس انا مش عارفه هي انهي نوع خلاص، هي واحده منهم وخلاص. تمام حلو، جبت العينه بتاعتي حطيت عليها حاجه من معمل اسمها بولي فيلنت انتي سيرم. يعني ايه بولي فيلنت انتي سيرم؟ يعني سيرم يحتوي على كل انواع الانتي بودز، يعني سيرم فيه الانتي اي انتي 1 والانتي 2 والانتي 3 والانتي 4 لحد انتي رقم 90 انتي بودز من كل الانواع. حلو جميل قوي. طيب بصيت على العينه بتاعتي في المعمل خلاص، لقيت الانتيجين اللي انا حاطاه اللي هو نيموكوكاي انا مش عارفاها اللي هي رقم كام، مسكت مثلا في انتي رقم 3 في الانتي بودز رقم 3، يبقى اذا الكبسول ده رقم كام؟ رقم 3. يبقى انا سميته الكبسول رقم 3 ليه؟ ان هو مسك الانتي بودز رقم 3. طب حلو، عينه تاني من مريض تاني حطيتها برده، حطيت عليها نفس البولي فيلنت انتي سير، بصيت لقيت لا المره دي هي مسكت في الانتي بودز رقم 5، يبقى اذا اديتها رقم 5، ودي مسكت في رقم 8 هذا رقم 8، ودي مسكت في رقم 90 ده رقم 90، ودي رقم في رقم 70 and so on. لقيت ان عندي لما كررت التجربه لقيت ان في 90 نوع مختلف خلاص، كل نوع مسك في نوع انتي بودي خاص بيه عشان كده سميته برقمه. فهمت يا ولاد؟ طيب اسمه ايه الرياكشن ده؟ اسمه كويلينج رياكشن خلاص. طيب نبص كده على الصوره ايه اللي حصل. هنا كان عندي البكتيريا، نحط البكتيريا عليها ايه؟ عليها كبسول، لان ده زي ما قلنا هو اهم مكونات البكتيريا. حلو قوي، حطيتها خلاص وحطيت عليها ايه من عندي؟ البولي فيلنت انتي سيرم، يعني انتي بودز من كل الانواع خلاص. طيب ايه اللي حصل؟ فجاه لقيت البكتيريا بتاعتي الكبسول بتاعها اتنفخ كده. الله، هو اتنفخ كده ليه يا يار؟ اصل يا ولاد الانتي بودز مسكت مع الانتيجنز اتحشروا كلهم في منطقه الكبسول دي، كل الانتي بودز والانتيجن مسكوا مع بعضهم محشورين دلوقتي في منطقه الكبسول دي فاتنفخت، فانت شفتها تحت الميكروسكوب اتنفخت خلاص. طيب هتقرب بقى الصوره هتلاقي بقى ان في انتيجن الرقم كذا ماسك مع انتي بودي رقم كذا تديله الرقم بتاعه and so on. فهمتوا الفكره؟ هنا مثلا في العينه دي هلاقي والله الانتيجن ماسك في الانتي بودي رقم 3، هنا اللي جنبها لا ده رقم 4، هنا اللي جنبها لا ده ماسك في رقم 6 and so on. خلاص انا عرفت منين ان حصل رياكشن؟ عن طريق ايه؟ الكبسولار سويلنج، ان انا شفت العينه بتاعتي الكبسول بتاعها اتنفخ. طب ليه اتنفخ يا يارا؟ عشان خاطر الانتيجن والانتي بودي يكونوا ماسكوا مع بعض في المنطقه دي خلاص. الكلام ده مهم جدا 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 عشان خاطر الام سي كيو خلاص. تتسال في الام سي كيو اول حاجه ايه هو الانجينيك ستراكشر بتاع البكتيريا؟ تقول له الكبسول، قول له دي اهم حاجه. يعني ايه الانجينيك ستراكشر؟ يعني حاجه لما جسمك شافها طلع لها انتي بودي. حلو قوي. طيب هذا الكبسول قسم البكتيريا الى كام نوع؟ برافو عليكم 90 نوع. طيب according to ايه التجربه اللي عملتها في المعمل عشان خاطر اعرف اقسمهم 90 نوع؟ اسمها ايه؟
ربعك كولينج رياكشن. طيب كولينج رياكشن ده بيعتمد على ايه؟ يعني مثلا ان انا جبت عينة نيوكوكاي من مريض انا مش عارفه رقمها وحطيت عليها بوليفيرت انتي سيرم وشفت الرياكشن اللي حصل بين انهي انتيجين وانهي انتي بودي. طيب انا استدليت على حدوث الرياكشن ده بحدوث ايه، شفت ايه يعني بعيني عشان خاطر اعرف ان في انتيجين انتي بودي رياكشن حصل، شفت ايه؟ برافو عليكم. كابسولار سويلنج، مهمه قوي قوي كلمه كابسولار سويلنج. لما يجي لك في الامتحان يسالك عن الكولينج رياكشن هتقول له كلمه واحده بس، كابسولار سويلنج. طب ليه كبسوله نفخ؟ عشان خاطر ايه؟ الانتيجين والانتي بودي اتحشروا مع بعض في الحته دي. خلاص يا ولاد؟ طيب جميل قوي. بعد كده هنتكلم عن الباثوجينيسيس. خلاص انا اتفقت معاكم يا ولاد ان البكتيريا دي اصلا بكتيريا من البكتيريات النورمال اللي عايشه كومنسال في الريسبيتوري تراكت بتاعنا انا وانت وكلنا عايشه عندنا ستريبت نيموني وعادي جدا مش عندنا اي مرض. طيب امال ايه اللي حصل يا ولاد؟ او اللي حصل ان غالبا ربنا مدينا حمايه ومناعه، جهاز المناعه بتاعنا قادر ان هو يتغلب على البكتيريا دي وغيرها من البكتيريات وزي ما يقولوا كده ايه يقصر شرها. خلاص طيب ايه بقى اللي حصل؟ البكتيريا دي بتنتهز فرصة اي حاجة تضرب جهاز المناعة بتاعك او تضرب الريسبيتوري تراكت بتاعك. خلاص يبقى انت مش بتظبط كده في وقت من الاوقات والريسبيتوري تراكت بتاعك مبقاش مظبط كده، الميونتي بتاعتك مش تمام، تبدأ البكتيريا تنشط عليك. يبقى اذا هي بكتيريا ايه طول ما انت قوي هي ايه لو نفسها ما بيطلعش، وانس ان النيو سيستم بتاعك ضعف شويه تبدا انها تنشط عليك وتعمل لك الايه النيمونيا دي. خلاص طيب بيقول لك البكتيريا دي ليها برايمري انفكشن سكندري انفكشن. يعني ايه برايمري يعني ايه سكندري؟ برايمري يا ولاد معناها ان هو اول انفكشن، يعني النهارده كويسه بكره الصبح جالي العدوى بالستريبت نيموني، يبقى اذا هي اول ما دخلت جسمي دخلت الستريبت نيموني وعملت نيمونيا. خلاص اسمها برايمري انفكشن، هي اول اورجانيزم دخل الجسم. خلاص طيب وساعتها بتعمل حاجه اسمها لوبر نيمونيا. يعني ايه كلمه لوبر؟ احنا شطار واخدين باثولوجي، يعني ايه لوبر نيمونيا؟ يعني نيمونيا مؤثره على لوب من اللنج، يعني زي كده مؤثره على لوب معين او جزء معين في اللنج، يعني التهاب الرئوي ده منحصر في جزء معين او لوب معين من اللنج. حلو طيب ده البرايمري انفكشن. ايه برايمري انفكشن؟ يعني اول اورجانيزم دخل، هي اول ما دخلت الجسم اول ما دخلت قامت عامله نيمونيا او التهاب رئوي وعملتها لوبر نيمونيا. حلو طيب لا والله في حاجه اسمها سكندري انفكشن. ممكن تعمل لك سكندري، يعني ايه سكندري يا ولاد؟ يعني بعد حاجه. يبقى كان ايه؟ كان انت عندك اصلا فايرال انفكشن، كان عندك فيروس والفيروس ده يعني مبهدلك في اللنج بتاعتك وعامل لك نيمونيا وخرب الدنيا، وجت هي اون توب اوف الفيروس، جت هي حاجه يعني فوق البيع كده زي ما بيقولوا. خلاص دخلت فوق الفيروس، ساعتها هتعمل ايه؟ ساعتها هتعمل برونكو نيمونيا. يعني ايه برونكو نيمونيا؟ واخدين بالكم ان هنا الانفكشن بقت شيء وبقى ديفيوز، يعني متأثر على اللنج كلها، حتت حتت كده في اللنج كلها متأثرة. تمام طبعا ده اخطر بكتير. تمام وساعتها الافكت بيكون للاسف من الفيروس اللي ضرب اللنج وكمان من الستريبت نيمونيا اللي جت فوق البيع. خلاص والتأثير طبعا بيكون مضاعف، الموضوع بيكون اخطر بكتير. تمام يسألك في الامتحان الستريبت نيموني ممكن تعمل لك انفكشن بكذا شكل، هما ايه؟ تقول له والله اول حاجه البرايمري انفكشن بتاعها اللي هي اول لو دخلت الاول، لو هي دخلت على جسم سليم على انسان صحيح ما عندوش اي مرض قبلها تعمل له برايمري انفكشن، وده غالبا بيكون لوبر نيموني يعني التهاب رئوي بس محصور في لوب معين من اللنج. خلاص لكن لو جت سكندري يعني ان توب اوف اورجانيزم قبلها، غالبا بيكون الشخص ده عنده فيروس فايرال انفكشن عمل له نيمونيا برضه مبهدل له الدنيا، وجت الستريبت نيمونيا زودت الطين باللي زي ما بيقولوا. خلاص فانت هتعمل ايه؟ برونكو نيمونيا يعني بيتشي انفلاميشن. خلاص يا ولاد حلو. طيب يجي يسالك في الامتحان ايه هو الفيريلانس فاكتور بتاع الستريبت نيمونيا؟ يعني ايه كلمه فيريلانس فاكتور؟ فيريلانس فاكتور يا ولاد نفهم الكلمه، كلمه فيريلانس معناها عنف. تمام طيب فاكتور معناها عنصر. خلاص طيب يبقى هي انه بيسالك ايه هو سلاح هذه البكتيريا؟ ايه هو السلاح اللي قدرت بيه البكتيريا دي انها تهزم جهاز المناعه، انها تقدر عليك وتعمل لك نيمونيا؟ ايه السلاح بتاعها؟ برافو عليك، واحنا عمالين نقول من الصبح ان اخطر حاجه فيها هي الكبسول. تمام يبقى الديشينج ستراكشر بتاعها الكبسول، البيلن فاكتور بتاعها الكبسول، بس في فرق كبير بين الجملتين يا ولاد، حتى لو اجابه واحده في الامتحان في فرق كبير. كلمه انديجينيك ستراكشر معناها حاجه لما جسمك شافها طلع لها انتي بودي، كلمه فيرلنس فاكتور معناها السلاح بتاعها اللي قدرت بيه تعمل المرض. خلاص طيب
الكبسول في اي بكتيريا وظيفته ايه؟ وظيفته انتي فاجوسيتك. خدنا الكلام ده في الترم الاول، انتي فاجوسيتك يعني يحمي البكتيريا من حدوث الفاجوسيتوزس. يبقى البكتيريا دي دخلت الجسم خلاص، بدات انها تنتهز فرصه نقص المناعه بتاعت الشخص ده، بدات انها تعمل ديزيز ان دي لانج، سواء ليوبر نيمونيا او برونكو نيمونيا لو هو عنده فايرال انفكشن من قبل كده خلاص. طيب عن طريق ايه؟ عن طريق انها عندها فيرولنت فاكتور مهم قوي، سلاح قوي يعني اسمه الكبسول. تيجي الفاجوسايت تحاول انها تحاول تهاجم البكتيريا دي تبلعها عشان تقدر تحاول تدافع عن الجسم، للاسف تلاقي الكبسول قدامها، والكبسول ده انتي فاجوسيتك يعني بيحمي البكتيريا من الفاجوسيتوزس خلاص. تفضل البكتيريا شغاله عماله تكسر في اللنج، والماكروفاج مش قادره عليها خلاص يا ولاد. طيب ايه بقى هي الحاجات اللي ممكن تحصل لك عشان خاطر توقع جهاز المناعه بتاعك شويه وتخلي البكتيريا دي تكون تقدر عليك؟ اول حاجه ان الجهاز التنفسي بتاعك اصلا يكون كونجنتالي مش مظبوط. انت عندك مرض كونجنتال معين خلى جسمك نفسه او الريسبت بتاعك خلقيا كده مش مظبوط، طبيعي طبعا ساعتها يكون خلاص ده مش زي الانسان السليم اللي ربنا خلقه من الاول فطره سليم. يبقى اول حاجه الكونجنتال او الابنورماليتيز بتاعت الريسبتوري تراكت من الاصل. حلو. طيب ايه تاني؟ لو انت شخص لا كنت سليم وربنا خلق لك جسم سليم وكل حاجه، لكن اهملت فيه، تشرب بقى كحوليات، تدمن المخدرات والحاجات دي كلها، الحاجات دي بتاثر عليك ازاي؟ الحاجات دي بتبرس الفاجوسايتك اكتيفيتي والكاف ريفلكس، يعني الفاجوسايتوزس اللي هو اصلا كان مش قادر على البكتيريا لان هي عندها كبسول، انت تشرب كحول وتشرب مخدرات وتشرب مش عارفه ايه، عملت ديبريشن للحاجات دي زياده اللي هي كانت يا دوب بتحاول تدافع عنك، فانت عملتها ديبريشن زياده. طبعا الكاف ريفلكس والفاجوسيتوز من عوامل الدفاع، من عوامل الدفاع عن جسمك، فانت عملت لهم ديبريشن دلوقتي، كانك ايه؟ كانك يعني جبت الجيش بتاعك كده وقمت شايل منه اسلحته كلها، فطبيعي طبعا العدو ايه؟ هي براحته بقى خلاص. طيب ايه تاني؟ لو انت كنت شخص عندك مرض من الامراض اللي بيخلي فيه ديبريشن شويه في السيركيوليشن او ستاجنيشن في السيركيوليشن شويه، عندك مثلا بالمونري كونجيشن يعني الدم بتاعك ستاجننت شويه في اللنج، عندك هارت فيلير برضو الدم بتاعك مش عارف ان هو يتحرك في دورته المعتاد، طب ده هيعمل ايه؟ ده هيعمل ستاجنيشن للبكتيريا في المكان، طبعا مفيش فلو بتاع البلاد اللي بيشيلها ده خلاص، فمستوطنه في المكان وواخده راحتها طبعا. طيب التاني مال نيوتريشن، انت بتاكلش كويس هتجيب منين انك تدافع عن جسمك؟ جنرال ديبيليتي اللي هو بشكل عام كده هو خافف، هو ضعفان، هو في بشكل عام ما بياكلش، بشكل عام في مرض مثلا كرونيك ديزيز مبهدله تمام. طيب نيفروز عنده مرض في الكيدني برضه، الكرونيك ديزيز بشكل عام كله بيأثر. كومبلمنت ديفيشنسي هو اصلا عنده مشكله في جهاز المناعه بتاعه، في نقص في الكومبلمنت، خلينا الكومبلمنت في الاميونيتي عارفين ان هو من عوامل الدفاع خلاص. طيب فايرال انفكشن مهم قوي قوي، فايرال انفكشن ليه؟ احنا لسه واخدينها من شويه، قلت لك لو انت شخص عندك نيمونيا اصلا بفيروس ممكن يجي عليها اون توب اوف ات تيجي ستريب نيمونيا وتعمل سكندري نيمونيا ساعتها تمام. يبقى اذا العوامل دي يا اولاد هي العوامل اللي بيها جهاز المناعه بتاعك ضعف خلاص وقدرت الستريب نيمونيا انها تقدر عليه، هي الخمس حاجات دول. فيما عدا ذلك انت شخص طبيعي جدا عادي خالص، جهاز المناعه بتاعك عارف ان هو يتعامل ويحجم البكتيريا دي ويحجم شرها، وعايش عندك في الريسبيتوري تراكت مش عامله اي حاجه ملهاش نفس. وانس ان انت كان عندك بقى كونجنتال مالفورميشنز، جالك بالمونري كونجيشن مثلا، او انت قعدت تشرب كحوليات وعملت ديبريشن للكاف ريفلكس والفاجوسيتك اكتيفيتي، او انت جالك فايرال انفكشن، او انت جالك اي مرض كرونيك بوظ لك الدنيا خالص، او جالك من نيوتريشن اند سو اون خلاص، الحاجات دي كلها بتعمل ايه يا ولاد؟ بتخلي ايه؟ بتخلي البكتيريا تنشط عليك خلاص. طيب يوم تنشط عليك هتحاربك بمين؟ هتحاربك بالكبسول، برافو عليك خلاص. طيب هتحاربك بطريقه من الاثنين، لو هي اول مره تدخل الجسم هتعمل لك لوبر نيمونيا خلاص، لكن لو هي داخله اون توب اوف فيروس بتعمل لك برونكو نيمونيا خلاص يا ولاد. طيب هنشخص، هنمشي السكيم بتاعتنا، السكيم بتاعتنا بتاعت التشخيص. اول حاجه لما اخد عينه سبيسمنت هاخدها منين؟ هاخدها من السبيوتم طبعا، هو الشخص عنده نيمونيا فطبيعي هاخد التهاب رئوي، هاخد سبيوتم خلاص. مفيش مانع لو انت عايز تاخد بلاد مفيش مانع، هي كده هذا الاورجانيزم ما بيخلص على اللنج بيتفسح في الدم وبيروح يضرب اورجانز تانية، يعني ممكن تلاقيه في البلاد ممكن تلاقيه في السبيوتم خلاص. طيب
تاني حاجة السمير، سمير يعني تحت الميكروسكوب يا ولاد. هشوف ايه، برافو عليكم. نفتكر المورفولوجي اللي هو جرام بوستيف كوكاي لانست شيب ديبلو كوكاي، موجودة في انبيرس. خدوا بالكم من الصورة، فعلا موجودة انبيرس خلاص. طيب وليها ايه اهم حاجة؟ بولي ساكرايد كبسول، دي اهم حاجة. طيب حلوة قوي. لما اجي ازرعها يا ولاد هزرعها على ايه؟ هزرعها على بلاد اجار عادي جدا زيها زي اي بكتيريا خلاص. بس البكتيريا دي فيها حاجه كده تقول لك ايه، والله عارف ان ده بلاد اجار ماشي، حط لي 10% سي او 2. وغالبا يا ولاد اي بكتيريا هقول لك في المنهج ان ليها كبسول هترد عليا وتقولي انها محتاجه 10% سي او 2، دي حاجه كده على طول موجود. اي بكتيريا ليها كبسول بتحتاج ايه؟ 10% سي او 2 في الكالتشر بتاعتها خلاص. طيب هتعمل ايه بلاد اجار؟ احنا فين بلاد اجار بتاعنا؟ يا اما الفا هيموليسيس يعني بارشال هيموليسيس، يا اما بيتا هيموليسيس يعني كومبليت هيموليسيس، يا اما جاما هيموليسيس يعني نو هيموليسيس. حلو. طيب النهارده هي هتعمل ايه؟ النهارده البكتيريا دي هتعمل الفا هيموليسيس. الفا هيموليسيس يا ولاد تمام. يبقى هي تزرع على بلاد اجار بتاخد 10% سي او 2 بتكون الفا هيموليسيس خلاص يا ولاد. البايوكيميكال رياكشنز، ايه البايوكيميكال رياكشنز يا ولاد؟ يعني دلوقتي انا شفت اجهدت العينه الشخص المريض، شفتها تحت الميكروسكوب، زرعتها واتاكدت ان هي بتنمو خلاص. اخر حاجه اتاكد بقى بتستات عندي في المعمل خلاص. ماشي اتاكد ازاي؟ والله عندي هذه البكتيريا بتعمل فيرمنتيشن للشوجر عندي في المعمل، انا عارفاه اسمه الانيولين. الانيولين يا ولاد شوجر موجود عندي في المعمل، لو جربته على البكتيريا دي لقيت انها بتعرف تعمل له فيرمنتيشن تخمر يعني، اذا هتاكد انها ستريبتونيموني. طيب ايه تاني؟ البكتيريا دي سوليبل ان باي خلاص، دي بكتيريا تانية ان سوليبل ان باي. فلو جربت البكتيريا دي ولقيت انها سوليبل بتدوب في البايل يبقى اذا هتاكد اكتر انها ستريبتونيموني. طيب تالت حاجه، عندي انتي بايوتيك في المعمل اسمه الاوبتشن خلاص. هذا الاوبتشن هو انتي بايوتيك بس مش بيأثر على كل انواع البكتيريا، له انواع معينه بيأثر عليها انواع تانية لا خلاص. طيب من الانواع اللي بيأثر عليها اوبشن بشكل كويس جدا البكتيريا بتاعت النهارده دي تمام، بيعرف ان هو يقتلها كويس تمام. فليها حاجه اسمها اوبشن سنسيتيفيتي. يعني ايه اوبشن سنسيتيفيتي؟ يعني هذه البكتيريا سنسيتيف تو اوبشن، يعني اوبشن يقدر ان هو يقتلها. فلو جبت عندي المزرعه في المعمل اللي انا زرع عليها البكتيريا وقمت رش عليها رشه اوبشن كده ولقيت البكتيريا كلها ماتت، يبقى ايه؟ يبقى اتاكد ان هي لا ده دي فعلا البكتيريا ستريبتونيموني بدليل انها طلعت على الاجار. وبعدين لما حطيت عليها الاوبشن قامت ايه؟ قامت ماتت منه خلاص. بكتيريا تانية كتير قويه جدا قدام الاوبشن ما تقدرش ان هو ياثر عليها تمام، لكن بكتيريا النهارده لا الاوبشن بيأثر عليها تمام. يبقى ثلاث حاجات هيتاكد بيهم ان البكتيريا دي هي فعلا ستريبتونيموني. اول حاجه فيرمنتيشن لشجر مميز اسمه انيولين، برافو عليكم. تاني حاجه انها بتدوب في البايل، برافو عليكم. تالت حاجه ان لو رشيت عليها رشه من الانتيبيوتيك اللي اسمه اوبتشن هتعمل ايه؟ هتدوب هتموت خلاص يا ولاد. طيب بعد كده بعد ما زرعت وبايوكيميكال رياكشن سبورت ممكن اتاكد عن طريق الكولينج رياكشن، فاكرينه لو كان عباره عن ايه؟ اللي كان عباره عن رياكشن بيعرفني هي انهي نوع بقى، هي نوع واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه. قلنا قسمنا النيموكوكاي الى 90 نوع اكوردنج للايه؟ للكولينج رياكشن ده خلاص. طيب بحط البكتيريا بتاعتي بحط عليها بوليفيلنت انتي سيرم وبشوف الكبسول وهو بيعمل سويلنج، بقرب عليه بشوف انهي انتي بودي بالظبط اللي ماسك وكده بسمي او بعرف نوع الانتيجين خلاص. طيب اخر حاجه رقم 6 الانيمال انوكيليشن، يعني ان انا احاول ازرعها في فار عندي في المعمل. طيب انا هعمل ايه؟ هقوم واخده عينه من الشخص المريض، انا عارفه ان هو عنده نيموكوكاي او ستريبتونيموني. حلو. هاخد منه عينه واقوم حقناها في الفار تمام. طيب طبعا الفار ده هيموت، هيجيله نيمونيا ويموت خلاص. بعد كده هقوم فاتحه واخد عينه من دم الفار ده بعد ما يموت، بقوم ايه زرعيها على بلاد اجار عندي في المعمل تمام. هلاقي طبعا هي العينه بتاعتي طلعت بيور كالتشر اوف نيموكوكاي، يبقى يعني الدم بتاع الفار مليان نيموكوكاي. يبقى كانت انا اتاكدت بطريقه عمليه، خدت عينه من الشخص المصاب حقنتها في فار، الفار مات، كشفت على دمه لقيته مليان نيموكوكاي خلاص يا ولاد. طيب يبقى لما الدياجنوزس تاني اول حاجه سهله مفيهوش كلام كتير، اول حاجه العينه بتاعتي هاخدها مين؟ السبيوتا. طيب السمير اللي هي الميكروسكوب هشوف ايه؟ برافو عليكم، جرام بوستيف لانست شيب ديبلوكوكاي بوليساكرايد كبسول. طيب الكالتشر هزرع على برافو عليكم بلاد اجار، بس عشان هي ليها كبسول فهفتكر واقول ايه؟
10% CO2. برافو عليك. طيب هتعملي انهي نوع من الهيموليسيس؟ برافو عليك، الفا هيموليسيس. طيب الكيميكال رياكشن تلات حاجات عشان اتاكد انها نيموكوكاي. اول حاجه انها بتفرمنت شجر مهم اسمه الانيولين، برافو عليك. تاني حاجه ان هي بتدوب في البايت. تالت حاجه لو رشيت عليها رشه اوبتشن هتموت خلاص. الكولينج رياكشن مهم قوي عشان خاطر اعرف انهي نوع. اخر حاجه الانيمال انوكيوليشن اللي هي زرعتها في حيوان من فار في عندي في المعمل هيموت، ولما اكشف على الدم بتاعه هيكون مليان نيوموكوكال. خلاص يا اولاد. اخر حاجه عايز اعرف عن البكتيريا دي العلاج بتاعها ايه؟ علاجها بنسلم عادي جدا لان هي مجرد بكتيريا فبديها انتي بايوتيك خلاص. طيب البريفنشن بقى مهم قوي قوي قوي. طيب انا هعمل ايه؟ مش انتوا يا ولاد الكبسول ده هو اللي مدوخكم؟ الكبسول ده هو اللي خلاها تبقى قويه وتبقى انتي فاجوسيتك وتبقى ليها انتيجينك ستراكشر، وليه الكبسول ده هو اهم حاجه من عناصر قوتها. حلو قوي. انا هاخد الكبسول ده واعمل منه ايه؟ اعمل منه فاكسين. تمام، وهسميه كبسول البولي ساكرايد فاكسين، يعني الفاكسين اللي حضرته من الكبسول. وهذا الفاكسين هقوم اديه للناس كلها خلاص، واعمل لهم منها مناعه. تمام، وفعلا فعلا افكتيف جدا جدا اب 90%. حلو، يبقى انا عملت ايه في الفاكسين؟ خدت الكبسول اللي مجوجع دماغكم ده عملت لكم بيه فاكسين يا ولاد. خلاص طيب حلو قوي. قال لك بقى والله احنا ممكن نقوي الفاكسين بتاعنا شويه، في 10% من الناس كان الفاكسين ده مش افكتيف معاه، كان لازم نشوف لهم حل، خاصه الاطفال محتاجين نعمل لهم فاكسين اقوى شويه. خلاص، قال لك ماشي، هنقوم واخدين الكبسول بتاعنا وحاطين عليه حته بروتين. حته بروتين، حته البروتين دي من شأنها او وظيفتها انها تقوي الاميون ريسبونس بتاعك وتقوي مناعتك بعد التطعيم. حلو، فسميته ايه؟ بروتين كونجوجيت فاكسين او نيوكوكال كونجوجيت فاكسين. يعني كونجوجيت معناها ايه؟ كونجوجيت معناها مرتبط، يبقى هو الفاكسين اللي مرتبط بالبروتين. تمام، يبقى تاني فكرته ايه؟ فكرته انا جبت نفس البوليساكرايد كبسول لكن قمت حط عليه حته بروتين خلاص عشان خاطر ايه؟ اقوي الاميون ريسبونس. تمام، طيب طبعا هداني مور افكتيف اميون ريسبونس، وبديه خاصه للاطفال لان الاطفال اللي محتاجه ان انا اقوي مناعتهم. يبقى انا لو جالي اتنين عندي عايزين يتطعموا، تمام، لو حد كبير ممكن ياخد الكبسول البوليساكرايد فاكسين ده، لما لو حد صغير شويه محتاج ان انا اديله تطعيم قوي اكتر بكتير فاديله بروتين كونجوجيت فاكسين. تمام يا ولاد. طيب البكتيريا اللي بعد كده عندنا البكتيريا اسمها كريبسيلا نيموني. طيب البكتيريا دي اسمها ايه يا ولاد؟ اسمها كليبسيلا نيموني. اسمها ايه؟ كليبسيلا نيموني. خلاص، يبقى هي اسمها كليبسيلا ونيموني ده نسبه الى انها بتعمل نيمونيا. خلاص، طيب اسمها التاني فريدلندر بس اللاي. فريدلندر ده يا ولاد ده اسم العالم اللي اكتشفها. خلاص، لو جالك في الامتحان كليبسيلا تمام، لو جالك فريدلندر تمام برضو. خلاص، طيب كلمتين كده عن العيله بتاعتها. بص يا ولاد، ان شاء الله سنه تانيه السنه الجايه هندرس مع بعض موديول الجي اي تي، وهقول لك ان في عيله كبيره قوي قوي من البكتيريا اللي عايشه في الانتستين بسميها الانتيرو بكتيريا. انتيرو نسبه لها عايشه في الانتستين. خلاص، طيب البكتيريات الانتيرو بكتيريا دي بقسمهم تقسيمه كبيره قوي. خلاص، بقسمهم لايه؟ والله بقسمهم لشويه منهم بيعرفوا يعملوا فرمنتيشن للاكتوز بسميهم لاكتوز فرمنترز، وبكتيريا التانية ما بيعرفوش يعملوا فرمنتيشن لللاكتوز بسميهم نون لاكتوز فرمنترز. خلاص، طيب بقى اذا عند الانتيرو بكتيريا انت فهمت معايا، انتيرو بكتيريا معناها بكتيريا عايشه في الانتستين. خلاص، عيله كبيره قوي هندرسها السنه الجايه ان شاء الله. في منهم اللي بيعرف يعمل فرمنتيشن اوف لاكتوز بسميهم لاكتوز فرمنتر، وفي منهم ما بيعرفوش يعملوا فرمنتيشن لللاكتوز بسميهم نون لاكتوز فرمنترز. حلو، حلو قوي. طيب العيلة اللي بتعمل الفيرمنتيشن لاكتوز دي، العيلة الشاطرة الكويسة دي المحترمة من الناس دي، هنسميها ايه؟ هنسميها كولي فورم باسيلاي. كولي فورم باسيلاي، خلاص، ودي العيلة اللي منها البكتيريا بتاعت النهاردة. خلاص، يبقى فهمنا شجرة العيلة بتاعتنا. يبقى فهمنا انا كان عندي الانتيرو بكتيريا، هذه الانتيرو بكتيريا في منها لاكتوز فيرمنترز، في منها نون لاكتوز فيرمنترز، هندرسهم السنة الجاية ان شاء الله. طيب لاكتوز فيرمنترز دول بسميهم ايه؟ بسميهم كولي فورم باسيلاي. الكوليفورم باسيلاي او العيله دي تحتوي على اربع افراد: ايكولاي، كليبسيلا، ستروباكتر، انتيروباكتر. ايكولاي، كليبسيلا، ستروباكتر، انتيروباكتر. خلاص، فانا عايزه اقول لك النهارده من كل القصه الخايبه دي
ان الكليبسيا العيله بتعرف تعمل فرمنتيشن لاكتوز ولا لا؟ برافو عليكم، ردوا عليا، برافو عليكم، بتعرف تعمل فيرمنتيشن اوف لاكتوز. يبقى النهارده الكليبسيلا لاكتوز فيرمنتنج بكتيريا، بس ده اللي انا عايزاك تعرفه من التعريف بتاعها. تمام، قصة بقى انها انتيرو بكتيريا وعيلتين ولاكتوز ضمن لاكتوز والعيلة اسمها سترو واللي فيها 4 اخوات، كل الحاجات دي تفاصيل جميلة جدا، بس مش دي موضوع السؤال في الامتحان. موضوع السؤال في الامتحان هيسألك البكتيريا دي يا عم الحاج بتعرف تعمل فيرمنتيشن لاكتوز ولا لا؟ هترد عليه وتقول له ايوه بتعرف تعمل فيرمنتيشن لاكتوز، خلاص سميتها لاكتوز فيرمنتنج بكتيريا. خلاص يا ولاد. طيب بيقول لك الكريبسيلا ديت بكتيريا محترمه جدا هي واخواتها، خلاص اصلا بتكون عايشه سابروفيتك. يعني ايه سابروفيتك يا ولاد؟ يعني رميه، يعني عايشه في الووتر في السوي، بتاكل ديد بودز، ما بتاكلش، يعني مش عايز تعمل ديزيز اصلا للمان، اصلا عايز تدخل جسمك عايز تعمل لك مرض ولا اي حاجه. حلو. طيب في منها بيكون عايش اصلا كومنسال كمان في الريسبكت تراكت بتاعنا، خلاص. طيب ونسبه قليله اللي بتعرف تعمل ديزيز ان ما، خلاص. يبقى البكتيريا دي في العادي بكتيريا طيبه ومسالمه ما بتعملناش حاجه، خلاص يا ولاد. طيب اكتر موضوع العيله، انا كان عندي عيله اسمها انتيرو بكتيريا، هذه انتيرو بكتيريا عيله كبيره قوي، قسمتها الى شويه بيعرفوا يعملوا فيرمنتيشن لاكتوز، لاكتوز فيرمنترز، وشويه لا نون لاكتوز فيرمنترز. النهارده عيله النهارده اسمها ايه؟ اسمها لاكتوز فيرمنترز، سميتها ايه برضو؟ اسمها كولي فورم باسيلاي. الحاجه كولي فورم ده عنده 4 بنات، عنده ايه؟ ايكولاي، كليبسيلا، ستروباكتر، انتيروباكتر. ايكولاي، كليبسيلا، ستروباكتر، انتيروباكتر، خلاص. طيب يبقى هي ايه؟ لاكتوز فيرمنتنج بكتيريا، خلاص يا ولاد. طيب المورفولوجي ان شاء الله السنه الجايه، خلاص هقول لك في عيله الانتيروباكتيريا، هقول لك لما انطق لك في اسم بكتيريا حرف كي او سي ترد عليه تقول لي فيها كبسول، لما انطق حرف الكي ترد عليه تقول لي فيها كبسول، لما انطق حرف الاو تقولي انها موتايل، خلاص. يعني مثلا السنه الجايه لما ناخد مع بعض اي كولاي، الكولاي دي اسمها في كي اهو، ماشي، فهقول لك ان ليها كبسول، وكولاي فيها او يبقى هقول لك انها موتايل. حلو. طيب طبق القاعده دي على البكتيريا بتاعتنا النهارده، انا عندي البكتيريا اسمها كليبسيلا، كليبسيلا دي فيها حرف الكي، اذا ليها كبسول، برافو عليكم. طيب فيها او؟ كليبسيلا دي فيها او؟ لا، يبقى هي ايه؟ نون موتايل. تمام، دي بس حاجه كده عشان نعرف نحفظها مع بعض ونسكبها عشان الامتحان. طيب هي جرام بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لا هي جرام نيجاتيف بس اللي، خدوا بالكم كده من الصوره، اهي جرام نيجاتيف بس اللي هي يا ولاد. لو ركزنا في الصوره دي هنلاقي ان هي كل بكتيريا محاطه ب حاجه كده حواليها، دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن الكبسول، خلاص يا ولاد. هي جرام نيجاتيف وحواليها كبسول، تمام. موتايل؟ لا نان موتايل، خلاص يا ولاد. يبقى جرام نيجاتيف وليها كبسول، نان موتايل. طيب بتعمل ايه الديزيز اللي بتعمل البكتيريا دي؟ والله بيقول لك انها بتعمل سيفير فورم اوف لوبر نيمونيا. قلنا كلمه لوبر نيمونيا معناها ايه؟ معناها نيمونيا واخده مقطع او سيكتور معين في اللنج، لوب معين في اللنج، خلاص. طيب وسيفير فورم اوف هاي مورتاليتي كمان، يعني ممكن انها تموت، خلاص يا ولاد. طيب ايه تاني ممكن كمان؟ انها تعمل لك يو تي اي، يبقى هي ممكن تعمل حاجه في اللنج فوق نيمونيا، وتعمل حاجه تحت يو تي اي، يورينري تراكت انفيكشنز، من اشهر البكتيريات في اليورينري تراكت انفيكشنز. ان شاء الله لما نطلع في سنه ثانيه وناخد مع بعض اليو تي اي هقول لك ان من اشهر البكتيريات اللي بتعمل يو تي اي هي كليبسيلا، خلاص نفتكرها بقى مع بعض من دلوقتي. تمام يا ولاد. هي بتعمل نيمونيا وبتعمل يو تي اي، مهمه قوي اليو تي اي دي يا ولاد، اللي في حياتنا بنشوفها كتير، خلاص يا ولاد. طيب لما اجي اشخصها، تمام، هنمشي خطواتي اللي انا عارفاه. اول حاجه هاخد عينه، عينتي هاخدها منين؟ سبيوتا، برافو عليكم، انا النهارده بتعامل مع نيمونيا فهتعامل مع سبيوتا. حلو. طيب تاني حاجه السمير تحت الميكروسكوب هشوف ايه؟ برافو عليكم، جرام نيجاتيف كبسوليتد نون موتايل، حلو قوي. طيب ما اجي ازرعها، هزرعها على ايه؟ والله بقى في عالم خلاص اسمه ماكونكي، العالم ده يا ولاد كان مختص ويعني كل شغفه في الدنيا هو عيلة الانتيروباكتيريا دي، هو قاعد يدرس كده مع نفسه عيلة الانتيروباكتيريا دي، خلاص. طيب وطلع لها اجار، طلع اجار سماه باسمه، تمام. هذا الاجار بيزرع عليه البكتيريات اللي هي اسمها انتيروباكتيريا، عيلة كلها بيزرعها على هذا الاجار. حلو. طيب وقال لك والله البكتيريا اللي هتعرف تعمل فيرمنتيشن اوف لاكتوز، هنتفق مع بعض الانتيروباكتيريا دول عيلتين كبار قوي، في منهم لاكتوز فيرمنتر في منهم لا لاكتوز فيرمنتر. حلو. قال لك والله البكتيريا اللي تعرف تعمل فيرمنتيشن اوف لاكتوز تطلع الاجار بتاعي بلون بامبي، تطلع بلون ايه؟ بامبي، خلاص. طيب
وبكتيريا الخايبه اللي مش هتعرف تعمل فيرمنتيشن اوف لاكتوز تطلع الاجار بتاعي بلون اصفر. حلو، حلو قوي. طيب النهارده بكتيريتنا النهارده شاطره ولا خايبه؟ برافو عليك، شاطره جدا، عرفت تعمل فيرمنتيشن اوف لاكتوز. انها كانت من عيله ايه؟ الكوليفورم، اللي هي كانت عباره عن اربع بنات كلهم بيعرفوا يعملوا فيرمنتيشن اوف لاكتوز، اللي هما كانوا مين بقى تاني كده؟ ايكولاي، كريبسيلا، ستروباكتر، انتيروباكتر. خلاص. طيب فلما العالم بتاعنا ده زرع هذه البكتيريا على المكونكي اجار طلعت ايه؟ طلعت بلون بينك، عملت بينك كولونز، ليه يا ولاد؟ لانها لاكتوز فيرمنتنج بكتيريا. الكلمه دي مكتوبه في الكتاب غلط، نصلحها. خلاص. طيب قال لك بقى والله ان الكولونز بتاعت البكتيريا دي كمان كان ليها شكل مميز شويه. بص عليها، خدوا بالكم كده من شكل المزرعه. لا المزرعه دي ايه يا ولاد؟ المزرعه دي يا ولاد عاليه على السطح، عاليه سطح الاجار، تمام، كونفكس شويه كانها قبه شويه. خلاص. تمام. وكمان ليها شكل الميكويد. ميكويد مقلويد معناها شبيه، فميكويد معناها شبه الميوكس، زي ما تقول لك كده ايه، كانها يا ولاد حاجه ملزقه كده. خلاص. ايه موضوع التلزيق ده؟ اصل يا ولاد البكتيريا دي ليها ايه؟ بولي ساكرايد كبسول. قلت لك ان اي بكتيريا في الدنيا عباره عن الكبسول بتاعها عباره عن بولي ساكرايد، الا بعض البكتيريا البسيطه الاكسبشنز يعني. تمام. فالكبسول ده اسمه ايه؟ بولي ساكرايد كبسول. بولي ساكرايد يعني كربوهيدرات يا ولاد، يعني ايه؟ يعني حاجه ملزقه، زي ما نقول كده حاجه ملزقه، حاجه مسكره ملزقه كده، تطلع على الميديا، بتطلع على الاجار. خلاص. بيكون شكلها شبه الميوكس شويه. خلاص. تمام. يقول لك due to production of extra cellular slime. كلمة slime معناها كأنها مادة لزجة، كأنها حاجة شبه الميوكس كده. خلاص. تطلع على الأجار فتبان الكولوني بتاعتي. خلاص. كأنها ميكويد appearance، كأنها شبه الميوكس. خلاص. ملزقة كده شوية نتيجة الكربوهيدرات اللي كان في الايه، في الكبسول بتاعها. خلاص. تفصيل دي مش يعني للفهم اكتر، بس خلينا نبقى متفقين مع بعض ان شكل الميديا عبارة عن بامبي ولا اصفر؟ لا بامبي، لانها لاكتوز فيرمنتر. خلاص. وانها طالعه ميكويد ابييرنس نتيجه الايه، الكبسول بتاعها الملزق ده. خلاص. افتكروا كده مع بعض، ماشي يا ولاد؟ طيب البايوكيميكال رياكشنز نركز فيها. البكتيريا دي بتعرف تعمل فيرمنتيشن لكل السكريات، كل السكريات اللي في المعمل بتعرف تعمل فيرمنتيشن. سكروز او مالتوز او مالنايت او جلوكوز او لاكتوز، طبعا احنا قلنا انها اسمها لاكتوز فيرمنتنج بكتيريا. تمام. with production of acid and gas. انا شرحت لكم قبل كده كلمه الاسيد اند جاز دي معناها ايه، يعني المعينه بتاعتي الانبوبه بتاعتي هلاقي فيها تخمر للسكر فتكون اسيد، وكمان production of gas. خلاص. طيب العلامه دي معناها fermentation of acid and gas عشان خاطر الامتحان يا ولاد. تمام. طيب يبقى البكتيريا دي بتعرف تعمل fermentation لكلمه سمك. ايه السمك دي؟ الاس سكروز، الام مالتوز ومالنايت، الجي جلوكوز. خلاص. وطبعا اللاكتوز مش هننساه. تمام. بتعرف تعمل فيرمنتيشن لكل السكريات اللي عندي في المعمل with production of acid and gas. مهم قوي gas دي عشان خاطر الام سي كيو، acid and gas. خلاص. طيب ايه تاني؟ عندي بقى شويه علماء كده جمعوا بعض وقال لك احنا عايزين نتعرف على البكتيريا. تمام. فعملنا شويه رياكشنز، ماشي. اول رياكشن كان اسمه اندول، تاني اكشن اسمه ميثايل ريد، تالت واحد اسمه فوجس بروسكر. دول الاثنين علماء يا ولاد، فوجس بروسكر. خلاص. رابع واحد اسمه ستريت يوتيلايزيشن. حلو. دول اربع تستات، دول بيتعملوا كده لوكشه واحده كده لكل البكتيريا، يعني في بكتيريا معينه واخداها عملها الاربعه دول مع بعض. تمام. ان دول ميثايل ريد، فوجس بروسكر، ستريت يوتيلايزيشن تيست. حلو. طيب المايكرو، خلاص العلماء المايكرو يعني بنتعامل مع التستات دي كتير جدا جدا. خلاص. وبكتيريات كتير جدا جدا بقوا عامله لهم اربع تستات دول مع بعض. طيب انا كل مره بقى هقعد اقول لك اندور ميثايل ريد وبوكس بروسكر والاسماء الكبيره دي، لا نختصرهم في كلمه ايه؟ ام فيك. بصوا كده، ام فيك. خلاص. حسب الحرف الاولاني من كل واحده. حلو. طيب وبعدين بنقعد بقى نحفظ لكل بكتيريا فيهم سكيما، يعني مثلا بكتيريا النهارده نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف. السنه الجايه ان شاء الله لما نيجي ناخد العيله كلها هقول لك والله في واحده منهم بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف، واحده ثانيه بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، واحده ثالثه نيجاتيف 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 كده. احنا في الميكرو بنتعامل كده، كل بكتيريا بنبقى حافظين لها كود معين. خلاص. الكود ده
اللي هو الانفك دي، الانفك دي طلعت ايه هنا وطلعت ايه هنا وطلعت ايه هنا، بص هو نيجاتيف كده تمام. طيب فلو بصينا كده على الموضوع بالتفصيل، الاندول ده ايه؟ الاندول ده، الاندول ده كان رياكشن كده، كان في عالم عايز يعرف البكتيريا فيه بتعرف تعمل الاندول رينج دي ولا لا، تمام. فوالله لما جربها دي الاندول رينج يا ولاد خلاص، فلما جربنا الرياكشن ده على كفيله بتاعت النهارده طلعت للاسف نيجاتيف، يعني ما بتعرفش تعمل اندول رينج. حلو تمام، فجينا هو نيجاتيف. طيب جينا على الميثايل ريد، الميثايل ريد ده رياكشن برضو خلاص، كان في واحد عايز يشوف الفيرمنتيشن بتاع البكتيريا للسكريات وحط لها ميثايل عشان خد يشوف اللون، قصه كده مش علينا. المهم يعني طلعت البكتيريا دي للاسف نيجاتيف برضو. طيب جم بقى اتنين علماء اسمهم بوجس وبروسكر، دول اتنين علماء خلاص عملوا رياكشن كده، ما علينا يعني من تفاصيله. المهم في الاخر كانوا عايزين يعرفوا البكتيريا دي هتعرف طالعه فيه ايه، طلعت البكتيريا فيه بوزيتيف خلاص. وغالبا خدوا بالكم من حاجه، اللي بيطلع بوزيتيف هنا بيطلع نيجاتيف هنا، والعكس لو جت دي بوزيتيف هنا كانت هتبقى دي نيجاتيف هنا، الاتنين دول دايما عكس بعض، التو رياكشنز دول دايما عكس بعض خلاص. طيب الستريت يوتيلايزيشن، كان في عالم عايز يشوف البكتيريا دي بتعرف تستخدم الستريت ولا ما بتعرفش تستخدمه. حلو، البكتيريا دي الشطره دي طلعت ايه بوزيتيف، بتعرف تستخدم بتعمل لون ازرق خلاص يا ولاد. طيب يبقى اذا هي شويه رياكشنات، انا مش عايزاكم تشغلوا بالكم خالص في تفاصيلها، انا جبت الصور والحاجات دي وحكيت الحكايه دي لمجرد ان احنا نكون فاهمين خلاص. لكن في الاخر الامتحان هيسالك على ايه؟ هيسالك انفك، فتقول له نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف خلاص. نقسمها بقى مع بعض نبقى فاهمين، لان دول نيجاتيف، ميثايل ريد نيجاتيف، وجس بروسكال بوزيتيف، ستريت يوتيلايزيشن بوزيتيف. طب يجي لك في الام سي كيو يقول لك الان دول اخباره ايه؟ تفتكر مع نفسك انفك اه يبقى نيجاتيف. طب لوجس بروسكر اخباره ايه؟ تفتكر مع نفسك تقول بوزيتيف خلاص. يبقى الموضوع هيكون سهل ان شاء الله، ما هيكون فاهمين السكيما وحافظينها تمام يا ولاد. تمام طيب كده الحمد لله احنا خلصنا اول بكتيريتين، نراجعهم بسرعه وبعد كده قربنا ننقل على البكتيريات الثانيه. طيب احنا خدنا ايه النهارده؟ خدنا بكتيريتين الاثنين بيعملوا لور ريسبيرتوري تراكت انفيكشن. قلنا يعني ايه كمان لور ريسبيرتوري تراكت انفيكشن؟ يعني نيمونيا يا ولاد، يعني التهاب رئوي. طيب اول واحده كان اسمها ستريبت نيموني، اتفقنا مع بعض ان المورفولوجي بتاعها عباره عن جرام بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لا هي جرام بوزيتيف. طيب لانسيت شيب تبلوك الكاي، قلنا لانسيت شيب دي معناها انها زي القوس مدبب شويه كده من اطرافها، تبلوك الكاي معناها انها موجوده ان بيرز خلاص. ليها حاجه مهمه جدا اسمها بولي ساكرايد كبسول، البكتيريا دي عايشه نورمال في الريسبيرتوري تراكت خلاص. طيب ايه الانتيجينيك ستراكشر؟ يعني ايه الانتيجينيك ستراكشر؟ يعني حاجه لما جسمك شافها طلع لها انتي بودي. طيب هي ايه من غير ما تفكر؟ الكبسول، برافو عليكم. طيب هذا الكبسول قسمها لي الى 90 نوع مختلف خلاص. طيب اكوردنج تو حاجه اسمها كولينج رياكشن، يعني كولينج رياكشن كنت بجيب عينه من الشخص المريض انا مش عارفه هي انهي نوع، احط عليها بولي فيلنت انتي سيرم، يعني يبقى انتي بودز من كل الانواع، واستنى اشوف الرياكشن خلاص. الرياكشن بيظهر في صوره ايه؟ كابسولار سويلنج، يعني انتيجين وانتي بودي يمسكوا مع بعض في منطقه الكبسول دي فينفخوها خلاص. طيب هقرب بقى عليها الميكروسكوب هلاقي بقى ايه؟ والله ده الانتي بودي رقم 1 ده 2 ده 3 ده 4 ان سو اون، واقسم الى 90 نوع يا ولاد خلاص. طيب الباثوجينيسيس، والله لو هي برايمري يعني هي اول انفكشن يدخل جسمك، اول ما دخلت كده دخلت على لنج سليمه تماما ما كانش فيها حاجه، تعمل برايمري نيمونيا خلاص. لوبر ولا برونكو؟ لا لوبر نيمونيا خلاص. طيب ممكن بدخل سكندري يعني اون توب اوف فيروس، كان في فيروس خرب الدنيا جوه وهي دخلت تكمل عليه، هتعمل برونكو نيمونيا طبعا اخطر بكتير. طيب الفيرولنت فاكتور يعني السلاح بتاعها هو مين؟ الكبسول اللي هو انتي فاجوسيتك بيضد الايه؟ فاجوسيتوزس، حلو قوي. طيب البكتيريا دي كان سبحان الله ربنا مقدرنا عليها، لكن وانس انها استغلت فرصه نقص المناعه زي ايه يا ولاد؟ عندك انورماليتي كونجنتال في الريسبيرتوري تراكت بتاعك، عندك والله شربت مخدرات وحاجات عملت ديبريشن لعوامل الدفاع بتاعتك زي الكاف ريفلكس زي الفاجوسيتوزس اند سو اون. طيب عندك مرض عامل استجنيشن للسيركيوليشن، عندك مرض عمل ديبليشن لصحتك خالص، كرونيك ديزيز كانسر اي حاجه، ما بتاكلش كويس، عندك مال نيوتريشن اي حاجه، او عندك فايرال انفيكشن. احنا قلنا ان فايرال انفيكشن اصلا من الحاجات اللي بتخليها تعمل برونكو نيمونيا كمان مش لوبر نيمونيا تمام يا ولاد. طيب كل دي حاجات ايه؟ وقعت المناعه بتاعتك وخليتها تقدر عليك خلاص. طيب هشخص ازاي؟ اول حاجه خد عينتي سبيوتا تحت الميكروسكوب واشوف المورفولوجي اللي انا عارفاه، جرام بوزيتيف فلوكوكاي مش عارفه ايه. طيب هزرع على بلاد اجار، برافو عليكم، مع الكبسول يفكرني بيه 10% CO2 حلو. طيب هيقوم يطلع ايه؟
الفا هيموليسيس. حلو قوي. طيب الجينكا رياكشن هتاكد ازاي؟ تلات تستيت. اول حاجه فرمنتيشن الشوجر مهم قوي، اسمه انيولين، برافو عليكم. تاني حاجه بتدوب فيه البايل، برافو عليكم. تالت حاجه لما احط عليها رشه انتي بايوتيك اسمه اوبتيشن هتموت خلاص. طيب الكولينج رياكشن مهم قوي عشان التشخيص والنوع بتاعها. اخر حاجه ايما النكليشن، ان انا اخد عينه من الشخص المريض ازرعها بالفار، الفار هيموت، هزرع دمه على البلاد اجار هيطلع ايه؟ نيموكوكاي. حلو. طيب العلاج بتاعها بنسلين، انتي بايوتيك عادي جدا. الفاكسين عملته من ايه؟ من الكبسول. كم وجع دماغنا ده ناخد منه الكبسول نعمل منها الفاكسين خلاص. طيب اداني مناعه كويسه جدا، لكن في بعض الناس كنت عايزه ان انا احميهم بشكل زياده شويه خلاص. طيب عملت لهم ايه فاكسين احسن منه؟ اسمه البروتين كونجوجيت فاكسين، عباره عن نفس البوليسكرايد كبسول ده لكن مرتبط بحته بروتين، فسميته بروتين كونجوجيت فاكسين خلاص. وده اداني مناعه احسن بكتير، بستخدمه اكتر للاطفال خلاص. طيب البكتيريا اللي بعد كده اسمها كليبسيلا نيموني، اسمها التاني فريدلاندر باسيلاي. فريدلاندر ده اسم العالم اللي اكتشفها. حلو. طيب قلنا ان في عيله كبيره قوي اسمها عيله الانتيرو بكتيريا. عيله الانتيرو بكتيريا بقسمها عيلتين كبار، عيله لاكتوز فيرمنتر وعيله نون لاكتوز فيرمنتر. حلو قوي. طيب اللاكتوز فيرمنتر عيله محترمه وكويسه اسمها كوليفورم باسيلاي، ودي فيها اربع بنات، الايكولاي كليبسيلا ستروفاكتر والانتيرو باكتر خلاص، كلهم بيعرفوا في فيرمنتيشن اوف لاكتوز خلاص يا اولاد. طيب البكتيريا دي جرام بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لا جرام نيجاتيف باسيلاي. طيب كبسوليتد، عشان انا قلت كليبسيلا فكبسوليتد خلاص، نون موتايل لان ما قلتش فيها حرف الاو. حلو. طيب الباثوجين بتعرف تعمل ايه؟ تعمل سيفير فورم اوف لوبر نيمونيا اب تو ديث، ممكن تموت خلاص. تاني حاجه ما ننساش ابدا ابدا انها بتعمل يو تي اي، مهمه قوي قوي باكد عليها اكتر من مره اهو. تمام. طيب لما اجي اشخصها هاخد عينتي من السبيوتم، هبص تحت الميكروسكوب، هزرع على مين؟ فاكرين العالم بتاعنا كان اسمه ايه؟ ماكونكي، برافو عليكم. عمل اجار اسمه ماكونكي اجار، وقال لك البكتيريا الشاطره تطلع باللون البينك خلاص، والبكتيريا الخايبه هتطلع باللون الاصفر. النهارده بكتيريتنا شاطره خلاص. طيب مش بس كده، ده كمان هتطلع بشكل ميكويد. ليه ميكويد؟ لان هي عندها بولي ساكرايد كبسول خلاص، فبيعمل زي ماده ميوكس او ماده لزجه شويه تطلع على الاجار خلاص. طيب الميكانيكال رياكشنز، انها البكتيريا شاطره تعرف تعمل فيرمنتيشن كلمه سمج، ساكروز مالتوز منوز ساكروز كل حاجه، وذ اسيد اند جاز، برافو عليكم، اسيد اند جاز. طيب بعد كده اتكلمنا عن الرياكشنز اللي هي الامفيك، لاندول ميثايل ريد فوكس بيرسكر ستريت خلاص، وقلنا ايه بتظهر ازاي؟ نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف، برافو عليكم. هنكمل بقى ان شاء الله في الفيديو اللي جاي يا ولاد.